السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معايا في هذا الفيديو، هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا فيه على غلاء الاسعار ديال الحبوب وديال الزوان وارتفاع الصاروخ اللي ولا. ودابا من خنشه كانت مديره 140 درهم ولات دايره 300 درهم وضعفات على جوج مرات، فبزاف الواحد ما غاداش يقدر يبقى يوفق بين التربيه وداكشي. الاحسن واحد يلقى الحلول، وانا الحل الوحيد اللي كنشوف واللي كاع الناس كيديروه وهو القمح. القمح كيف ما كتعرفوا دابا داير 4 دراهم الكيلو، ماشي هي 15 درهم ولا 18 ولا بزاف، لانها غالي بزاف ما غاديش يقدر شي واحد، وخصوصا ان الطيور اللي من قارها اعواج بحال الكالوبسات بحال ليزانز بحال الموندران بحال البيروش كياكلوا زوان مكركب، وهاد الزوان المكركب راه غلا يلا غلا. اما بالنسبه للزوان الطويل اللي كياكلوا الكنار والمقنين وداكشي راه غالي ديجا وغادي يزيد غلا، ما عرفتش بالضبط شحال زادوا فيه، ولكن انا اللي عارفه هو الزوان المكركب لانني انا كنخدم بالزوان المكركب. وبالنسبه للكنار عندي، ولكن واخده ليه واحد الكميه اللي غتكفي، باقي ما عرفتش الاسعار. وبهاد المناسبه قررت ندير لكم هذا الفيديو، بغيت نقول لكم واحد الحلول كنديرها بالنسبه للطيور الباجي وليزانس والكالوبسات. فكنعطيهم الخبز باريزيان كيكون كنكرمو شويه كنعطيه ليهم كنعاون به، كنعطيهم يازير يوميا انزرعه يوميا كنعطيهم يازير. وبالنسبه للحل اللي كاين دابا وهو القمح دابا داير 4 دراهم، الا غلا كيولي ب 4 دراهم، هو غير 50 ريال الكيلو، ولكن دابا مع هادشي كلشي ولا غالي والحدود اللي كانوا مسدودين مابقاش كيجي السلعه من برا، خصوصا هاد اوكرانيا حتى هي الله يشوف من حالهم، حتى هي سدوا علينا ما بقيناش كناخذ من عندهم الحبوب والزوان، مابقاش كندخلوا من عندهم حتى شي حاجه، بقى غير الزوان ديال كندا. كتعرفوا بان راه كاينين بزاف اللي خدام بالزوان ديال كندا والمغرب، ولكن لقاها فرصه باش يقول راه الزوان غلا وطلعوا الاسعار. وانا كنقول لهم تقوا الله في المواليع، راه بزاف راه شي حاجه كثرتوا علينا، راه زعما محنتونا، خصوصا اللي عنده 300 400 ديال الفراخ شحال قدو يبقى يصرف عليهم ويوكلهم زوان. فانا كنقول لكم الطريقه اللي زوينه وطريقه المثاليه وطريقه اللي ما كتاثرش على الطيور، وهي هي القمح خاصو على الاقل يكون مرقد في واحد السطيل. المهم راه القمح كيكون فيه الدواء، غسلوه المره الاولى والمره الثانيه وعاد رقدوه في الماء، باش ترقدوه ديروا مع واحد الحفنه. الا كنتو غديروا مثلا شي 5 كيلو ديال القمح، رقدوا معاهم واحد الحفنه ديال الحلبه، راه حتى هي مزيانه ملي كيبداو ياكلوا، راه كياكلوها حتى هي ومفيده لهم مزيان، كتقوي المناعه ديالهم، كتزيدهم في الدم، كتنقي الكبد ديالهم، هي راه مفيده بزاف. ولكن ماشي ديما ديروها، بحال الا درتوها مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم راه مزيان. نقعوا القمح في الماء وخليوه على الاقل 3 ايام ولا يومين، ما تعطيوش ديال النهار لانه ما كيتنفخش، حيت هو الفائده ديالو هو ملي كيتنفخ وكيتزاد الحجم ديالو كيشبعهم وكيبقاو نهار كامل شبعانين، كيعطيو منهم الوليدات ديالهم، ما كياثرش ليهم على الجهاز الهضمي ديال الوليدات، ما كينفخش ليهم المصارن، ما كياثر عليهم والو، بحالو بحال الزوان، غير هما زوان مكركب صغيور كتقشر ليهم وهادو كياكلوه بلا قشره. وكنتمنى من هذا الشيء الله يلطف بينا، كنتمنى من هذا الشيء نقص من هذا الغلاء بزاف على الموانع. وانا متاكده بان الناس اللي متسلطين على هاد الطيور وكياخذوهم كيشريهم بواحد الثمن وكيمشيو يبيعوهم ما غاديش يقدروا يقدروا عليهم لان الزوان غلا بزاف، الا في حاله الموانع اللي كيحبوا الطيور هما اللي غادي يبقاو يصرفوا. وبالنسبه لواحد النقطه انا كتضرني وبغيت نقولها لكم، وهي ان حنا كنشوفوا كل شيء ولا غالي،
الزوان غالي، الماكله غاليه، المشروبيات غاليين، الموكلات غاليين، كل شيء غالي، الا الروح والدم هي اللي رخاصه. واش كتمشي للسوق كتلقى الكيلوش كيتباع ب 15 درهم واش لي زانت كيتباع ب 50 درهم؟ راه لا يعقل. كنقول لدوك الناس اللي كيبغيو يقلبوا البيع في الطيور، بيعوا وشريوا الله يسهل عليكم، ولكن تكيسوا على الناس اللي مسكينه العام كامل وهي كتربي، والعام كامل وهي كتداوي، وهي كتنظف، وهي كتجمع الحاجات الطيور ديالها، وكتسهر على عليهم، كتبغيهم يكبروا، وتبغيهم تتهلا فيهم، تنقص من وقتها وكتعطيهم وقتهم، وفي الاخير كتباع البيروش 15 درهم. راه شي حاجه لا يعقل. انا كنتمنى من هاد الناس يديروا اعاده النظر ويعطيو الطيور حقهم. وكنوصي كاع اي واحد كيدير الانتاج يدير الباك ويبيع الطيور ديالو بالثمن اللي بغى، الا ما جابوش للثمن يخليهم عنده ولا يطلقهم اللهم في البوعميره ولا في الشناقه. انا تنقولها وتنعاود نقولها، راه هادشي بزاف، راه كثروا علينا، راه بزاف، راه بزاف. واش كتمشي تشري كتشري بواحد الثمن عالي، وملي كتجي تبيع كيشريو من عندك بجوج ريالات، وانت محن عليهم ضارب تماره ومعذب عليهم، حشومه هادشي. نقول لكم اتقوا الله فينا وفي الطيور. والناس تاني كنوصي بعض الناس اللي عندهمش الوقت وخدامين وتيخليو الطيور لوليداتهم، ايه الا شفتي ولدك مولود وعزيز عليه الطيور كيبغيهم مرحبا، الا شفتيه كيشنق عليهم وكيعذبهم ما تجيبهمش ليه بلا ما تديهم. وكنتمنى نكون فدتكم ونكون خفيفه على قلبكم، وانا غنشارك معاكم ان شاء الله كيفاش كنوقع القمح باش تعم الفائده علينا وعليكم وعلى كل شيء، وناخذ معكم غير رحمه الوالدين. وكنتمنى اللي شاف الفيديو ديالي ما فيها باس يدير بارطاج مع الناس اللي كيعرفوا، ومع الناس شي واحد كيعرفوا كيربي الطيور شي حاجه باش هما تستافدوا وانا نستافد وحتى انا نكبر، لانني طاح هذا التفاعل والناس بدات كتنقص من عندي مابقاتش كتزاد، ومعرفتش علاش. كنشوفوا المحتوى اللي كيقدم واحد الحاجه زوينه وكيعطيكم واحد المعلومات وكنشارك معكم كل شيء وكينقص التفاعل، اما كنشوفوا شي محتويات زعما يا ربي تسمح لي ما ماشي في المستوى، وكتبين على واحد النيفو طايح وكتلقى عندها الملايين داخلين عندها. فكن نطلب منكم اللي شاف الفيديو ديالي ما يخسرش عليه واحد التعليق ودي واحد لايك، يبارطاجي اللي كان ممكن، ولا عنده شي جروبات في الفيسبوك ولا في شي يبارطاجي. وشكرا لكم، وانا ان شاء الله غادي نشارك معكم النقعه ديال القمح كيفاش كندير لي. وبالنسبه للطيور اللي ما بغاوش ياكلوا القمح، راه غيجوعوا غياكلوا، راه عندهم وليدات عندهم بالضروره غادي ياكلوه. فكنتمنى انني نكون فدتكم ونتمنى تفيدوني ان شاء الله، وشكرا لكم، وراه كنبغيكم بزاف، راه عزازين عليا، وخصوصا في هذا المجال ديال الولاعه عندي بزاف الناس، ما عمرني ما تلاقيت شي تعليق خايب، ولا عندي بزاف الناس كتبغيني وكتحترمني وكتقدرني وكتكتب لي تعاليق زوينه، وحتى التعاليق اللي سلبيه راه ما كناخذهاش بطريقه سلبيه، كناخذ بطريقه ايجابيه. هذاك النقد اللي كتنتقدوني كنمشي كنثوب. وبغيت نوضح واحد الحاجه بالنسبه للصناديق ديال البيروش، قالوا لي شي ناس راه عندك معفنين، راه انا اللي كنعيش معاهم وانا اللي كنعرف الوسخ اللي كيكون داخل كنحيدو، باش الصندوقه من برا نجبدها ونغسلها راه كيكونوا فيها وليدات، راه من اللي كتجبدها وكتخدم فيها غير واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، المهم ما كتقدرش تبقى تجي، خاصك تخرج ليها من المسرح عاد تمشي عند وليدات. فهذوك الطيور كيكون ما عندهمش الريش، الجسم ديالهم كيبرد، ملي كيبرد راه كيموتوا، هذه راه معروفه. راه اي واحد كيبغي يشري شي طير مثلا ديال الدريساج كيقيسوا واش سخون، واش الجسم ديالو سخون، الا كان سخون كياخذوا، اللي كان بارد ما كيعاودش، خصوصا الموالي اللي كيعرفوا حريفيه ما كيعاودش ياخذوا، حيت الجسم الا برد كيموت.
وداك الشيء علاش انا ما كان نطولش بزاف في القفص حدي حد الا كثرت 10 دقائق كنقضي الحوايج، اما نبقى ساعات وداك الشيء فتره التفريغ لا يمكن ما نقدرش. من سالي فتره التفريغ نحيد الصنادق ونجيب صنادق اخرين ونظف ليهم، مثلا ندير ليهم 5 وغدا 5 وغدا عندي 100 صندوقه، ما غاديش ننظفها كامله في نهار واحد، راه بشويه بشويه. وكنتمنى ما تبقاوش تصيفطوا ليا داك التعاليق اللي كضر في الخاطر. انا راه كنقدم لكم واحد المحتوى، كنتمحن وكنمشي نصور كنمشي وكنلقى صعوبات مع العائله على قبل القناه، كاين اللي ما كيبغيش تصور، كاين اللي ما كيبغيكش تبان، وبزاف الحوايج بلا ما ندخل في التفاصيل. فلهذا كنتمنى من المشاهد ولا المتابع يقدر الظروف تاع الواحد. وشكرا لكم، وكنتمنى نكون فدتكم، وان شاء الله يلاه نمشيو لعند عند القمح كيفاش غنديروا ليه خبز. قلت لكم القمح والخبز والخضره، الخضره الى كانت الخضره غير قليله، مثلا خيز وقشرتي غسليه مزيان عاد قشري، هذيك القشره عطيه ليه راه ياكلها، راه كياكل كلشي تبارك الله، كياكل الخص ملي كتشري هذوك القشرات الاولين ما كيتكالوش، راه اغلبيه ما كياكلهمش، كيمشي يرميهم في الزبل. علاش يترميهم في الزبل؟ نعطيهم هذاك الشيفلور هذاك التحتاني ديالو، هذوك الوراق التحتاني كيكونوا كلاب ما كيتكالوش، نعطي لهم القوق، نعطيه لهم اي حاجه، عطيوهم تعطيهمش غير مطيشه وقزبر الوعر الكرافس، عطيوهم واليازير. انا كنصح الناس يديروا اليازير، انا يوميا كنعطيهم يازير يوميا، ما كاينش شي نهار ما كنعطيهمش اليازير. وكنتمنى نكون فدتكم، وكنتمنى من المتابعين ديالي سامحوني الا غلطت في حقهم، وانا مسامحه اي واحد، واللي اي واحد بغى يقول شي تعليق ماشي مشكل، انا يعني يمكن تقبلوا بروح رياضيه، ما كنتقلق من حتى شي واحد. وبالمناسبه بغيت نشارك معكم ان شاء الله الفيديو الجاي لمرض الجداري ديال ليزانس وديال الطيور بصفه عامه، كيفاش الاعراض ديالو، شنو هي العلاج ديالو، ان شاء الله غنشارك معكم. وكونوا ان شاء الله على الموعد غدا ان شاء الله، غادي نرميه لكم ولا يومين على حسب السيتياسيون عندي كي دايره. وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا. هانتوما ها هو القمح كيف ما شفتوا، انا ناقعه هاد الازرق اليومين دابا، وهذا السطل الابيض يلا نقعته غير دابا كيف ما كتشوفوا، باقي صغير ها هو، باقي القمح صغير باقي ما تنفخش بحال هذا، ضروري تغسلوه المره الاولى، غسلوه المره الاولى، ولا كان عندكم داكشي قليل ما ديروش بحال هذا كمية، بحال هذا هما شفتوا انه فيه منفوخ وداك تنفخ، حيت خصو على الاقل 3 ايام. هذاك الشيء علاش كننصحكم انكم ديروه 3 ايام، ما تفوتوش يومين 3 ايام، باش ما ينبتش، وحتى واخا ينبت راه كياكلوه الطيور، خصوصا الا كان جيعان راه كيطيحوا فيه كيعجبهم، ما كيأثر ما والو. واحد الاضافه بغيت نضيفها لكم، الا عندكم الذره البيضاء، الذره البيضاء راه كتبغي 5 ايام ترقد لانها قاصحه عليهم، راه كيموتوا عليها. هانتوما انا كيف ما شاركت معكم هاد الشيء، خصكم تديروه وتخليوه 3 ايام عاد تعطيوه ليهم. وشكرا لكم، والسلام عليكم.